في اي حد من المصريين جرى له حاجه سياده الوزيره في السودان؟ طبعا هو يعني حضرتك دي حرب، نعم. فاحنا في ابن وابنه تم اصابتهم بشظايا، ما لهمش علاقه ببعض. ما لهمش علاقه ببعض، تمام. في اماكن متفرقه والضرب شغال، خرجوا من البيت اصيبوا، الابنه اصيبت في البيت الحقيقه، البيت اتدمر والقذيفه دخلت في رجلها. حول ولا قوه الا بالله. الابن يعني الاصابات كانت في ظهره، والحقيقه برضو دول يعني كانوا برضو ملحمه ان احنا نقدر ان احنا ننقلهم دول بالرغم. رجعوا اتنقلوا رجعوا رجعوا حضرتك امبارح بالليل على تمام. احدى طائرات الاجلاء المصريه، ايوه. ويعني يعني حلتهم كانت ايه يا ست الوزيره؟ الابنه ان شاء الله داخله بكره الصبح تعمل عمليه باذن الله. حبيبتي على خير. الابن الابن احنا لسه بنشوف الدكاتره، دي هو واحد في مستشفى والتاني في مستشفى ثانيه على حسب ايوه طبعا ايوه الحاله الحاله. مفهوم. الابن لسه يعني يتم عمل الكشوفات، لان هو طبعا اتعمل له عمليه شيل شظيه وفي شظايا اخرى لسه موجوده في ظهره، ايوه فطريقه العلاج الحاله بتاعته مش سهله، نعم. انما طريقه العلاج والكونسولتو والتركيز، وان شاء الله يبقى في يعني تكثيف جهود من وزاره الهجره من خلال طبعا اطبائنا العظماء اللي موجودين طبعا في مصر، طبعا وكذا اطبائنا العظماء اللي موجودين في الخارج. في احنا الخارج. عندنا ايوه ايوه اطباء يعني متميزين في جميع الدول، فان نعم. شاء الله يعني نطمن هنركز عليهم يا رب. ونطمن عليهم. دول بس الحالتين المصريين فقط دول اللي الحالتين، وطبعا في ابن توفاه الله، ربنا يرحمه حبيبي. يا رب حبيبي. اللي حصل ان هو كان عنده سكر، وفي نفس الوقت كان في حاله نفسيه سيئه من الضرب، لان طبعا طبعا الضرب الشباب بتاعنا موجود كان في مصر، في الامن والامان، ومع نعم. مش متعودين على نحمد كده. ربنا طول الحمد الوقت على لله، اللي احنا فيه. الف طبعا حمد وشكر طبعا لك يا رب. طبعا فلما حصل ده سبب ذهول لابناء كثيره، انما هذا الابن تاثر نفسيا بهذا الضرب، وهو حبيبي. اساسا مريض سكر، وابتدوا فسكره عليه يدوروا ما له على استحملش. ما استحملش، والانسولين نقص من عنده، نعم. وزمايله كانوا يعني يروحوا في كل حته عشان يجيبوا له، انما يعني جابوا له الدواء ما كانش يعني للصبح كافي، انما بالليل ما كانش كافي، عقبال ما راحوا يدوروا لا تاني حول ولا ما قوة. لقوش، رجعوا لقوه توفاه الله. ف خلينا يعني نام، هو نتابع. راح في سريره، انما ابننا يعني طبعا 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 ربنا يصبر اهله ويرحمه يا يا رب. رب يا رب خليني يا حبيبي. اتابع مع حضرتك بعد اذنك ست الوزيره، وبشكرك مره تاني للمجهود شكرا جزيلا الحقيقه. يا فندم، بشكرك ميرسي فن يا فندم جدا، ميرسي مرسي عليك. لحضرتك. اتفضلي فن. اتفضلي.